في لقاء جميل جدا وفي أجواء تحث المشاعر على الانبعاث والتعلق والتحلق في أعلى سموات. فمن يصنع الحياة يستحق أن نتوقف عنده. فأسست هيفاء الحسين الإعلامية المتألقة صانعة الحياة بزرعها للأمل في كل نفس، بإيحاءاتها، بشحنها للروح، بإيجابيتها في هذه السعادة، في هذه اللحظات الممتعة نحس أننا نحلق عاليا في أجواء تبعث في النفس الأمل وتبعث أن الحياة تستمر رغم المعاناة ورغم كل الظروف والسلبيات، إلا أن الإيجابية في النفس والروح العالية والثقة بالنفس ترفع المعنويات وتجعلنا نصنع الحياة. وهكذا هي الست هيفاء، من صنعت الحياة لغيرها وأثبتت جدارتها في هذا المجال.